على خطى العديد من الشركات الأوروبية يعد بعد العقوبات الأمريكية على طهران، أعلنت شركة بوينغ مصنعة الطائرات الأمريكية العملاقة أنها سترضخ للعقوبات الأمريكية المفروضة على الاقتصاد الإيراني. وأكدت الشركة أنها لن تسلم طهران أي طائرة من الطائرات التي التزمت بتزويدها بها. وكانت قد وقعت الخطوط الجوية الإيرانية مع شركة بوينغ الأمريكية في ديسمبر من عام 2016 أكبر عقد لشركة الطائرات منذ حوالي 40 عاما لتسليمها 80 طائرة بقيمة 16 مليار دولار. كما كانت بوينغ قد وقعت على عقد لتصدير 30 طائرة لشركة أسمان الإيرانية بقيمة 3 مليارات دولار. وكان قطاع النقل الجوي في إيران يخضع لحظر أمريكي مفروض منذ عام 1995 يمنع شركات بناء الطائرات الغربية من بيع طائرات أو قطع تبديل إلى الشركات الإيرانية، ما أدى إلى وقف قسم من أسطول الطائرات الإيرانية عن الطيران.